اليوم لجنة الاحتراف ذكرت أنه ما راح يعني تتجاهل قضية الغامدي، وكان في بيان طويل من لجنة الاحتراف أنه راح تشوف هالموضوع وتتابع. وبعد التوضيح هذا اللي احنا ذكرناه في شوت، دكتور صالح بن ناصر وجه خطاب للأستاذ أحمد صادق دياب، يقول فيه بعد نقاش البارحة أو بمساعدة الأستاذ أحمد صادق دياب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طبعا بخط اليد مكتوب: بعد نقاش البارحة على موضوع المدرب في التلفزيون، دعوت الله أن يكون في عونه أكثر، أن يكون في عونه أكثر في مهمتك. ومن بعض الأخوان في وسائل الإعلام: لا نقول سوى هداهم الله، حطها بين قوسين. يعني واضح أن الدكتور صالح بن ناصر خايف على أحمد صادق دياب وعلى الأخوان من بعض الإعلاميين. الإعلام غالبا أستاذ الكريم لا يهمه الأخبار الجيدة، الأخبار الجيدة لا تعني شيء الكثير، لا يبحث عن الأشياء المليئة بالإثارة ولا إثارة دون أخبار غير جيدة. أما الخبر العادي والله أنه هذا يحصل، فربما لا تلوم الإعلام لبحثه عن الإثارة بشكل أو بآخر عن المادة التي تجعل المتابعين يتواصلون في المتابعة، وهو حق من حقوقه. لكني إذا سمحت لي هذا الموسم ليس فقط من الأندية، أتمنى أن يكون موسمنا القادم خاليا من البيانات. ليش؟ يا أخي صرنا نقدم بيانات أكثر من ألعب كورة والله، يعني أنا أتمنى تكون البيانات منعكسة في أرضية الملعب أكثر ما تنعكس عبر الصحف. كل نادي كل يوم طلع على بيان وهذا غلط وهذا صار وهذا ما صار. لازم توضيح ترى، يعني بعد الصمت أحيانا المطبق مزعج يعني. أنا أوكي، أنا اليوم أوضح في الملعب لسبب بسيط أستاذ كريم. يعني أنت وكل متابعين الرياضة يتابعوا ما تبث وكالات الأنباء بشكل متواصل، لم ألمح في كثير من البطولات العالمية أن هذا الفريق صدر بيان وهذا الفريق صدر بيان وهذا أعلن عن بيان، رغم الكم الهائل من المشاركات المالية أو المبالغ المالية التي تصرف هناك على عالم كرة القدم. طيب علي، تتفق مع أبو سعد في موضوع البيانات؟ أتفق وبقوة تركي، لأنه للأسف الشديد يمكن هذا الموسم هو موسم استثنائي، يمكن كثير من يعني حتى اللجان العاملة في الاتحاد السعودي تصيبها نوع من الحساسية تجاه ما يطرح في وسائل الإعلام سواء المرئية والمقروءة، وهذا أعتقد منافي وينافي طريقة العمل داخل الاتحاد السعودي أو داخل هذه اللجان. الإعلام يعني هو شريك في النجاح، يعني أسوى بأي لجنة مع لجنة، ولكن حينما تحاول هذه اللجان إقصاء الإعلام عن متابعة الخبر أو البحث وراء المعلومة، أعتقد أنه هذا شيء خاطئ. لكن أعتقد في تصور الشخصي تركي أنه السبب في كثرة هذه البيانات اللي يمكن لو جمعت بالكوركريتر ممكن دخل الكرة السعودية والرياضة السعودية في كتاب جينيس للأرقام القياسية هذا الموسم. أنا أعتقد هناك قصور يعني قانوني في بعض اللجان لم تطلع بالدور المسؤول تجاه بعض القضايا، يمكن كانت هناك ازدواجية معايير بين اللجنة الفنية ولجنة الاحتراف. أنا أعتقد وأتفق مع أبو أحمد أنه المرحلة القادمة هي مرحلة تقييم، يجب أن تكون مرحلة تقييم للعمل السلبي اللي حدث خلال الموسم. فبالتالي إذا نجح الاتحاد السعودي واللجان العاملة في الاستفادة واحتواء هذه السلبيات وبناء مناخ يعني يسودها القانون ووضوح اللوائح، أعتقد سوف نتجاوز عن هذه الإشكالية وننطلق نحو موسم رياضي محترف في داخل الملعب ومحترف أيضا على أوراق اللجان.